مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة اللي كالعادة نأخذكم بجولة صحفية نشوف معاكم أبرز وأهم أخبار صحفنا وجرائدنا الصادرة ليوم الاثنين وكالعادة نأخذكم ونعطيكم ملخص لأهم الأخبار والمشيتات اللي تناولتها صحفنا ومن ثم يعني نذهب إلى صحفنا المحلية ونشوف أخبارها وبعد ذلك بإذن الله تعالى نحلل هذه الأخبار مع ضيوفنا الكرام اللي كل يوم يعني تحفوننا في تحليلاتهم وتعليقاتهم على بعض الأخبار اللي نعتقد أنها نوعاً ما مهمة وتشد الانتباه. اليوم مشاهدينا الكرام صحفنا المحلية الصادرة ليوم الاثنين. يعني تقريبا اهم موضوع والابرز قاعد اشوفه اليوم مشاهدي الكرام يتعلق في موضوع اجتماع مكتب مجلس الامه مكتب مجلس الامه اليوم عقد اجتماع مشاهدي الكرام وقرر بنهايه الاجتماع ارسال او مذكره ارسال مذكره اخرى ثانيه تتعلق بموضوع اقتحام مجلس الامه وكانت هذه المذكره او تفاصيل هذه المذكره بان البلاغ الاول كان بلاغ كيدي وأن البلاغ أو المذكرة الجديدة تبرئ ساحة النواب والشباب من قام باقتحام مجلس الأمة هذا الموضوع هذه المذكرة وتفاصيلها مشاهدين الكرام اليوم تقريبا صحفنا المحلية تتناولها بمزيد من الاهتمام والعناوين ويمكن راح تلاحظون أغلب صحفنا اليوم تنتقد انتقاد لاذع جدا لتصرف مكتب مجلس الأمة وترى بأنه يشرعن يعني مخالفة القانون أو اقتحام المرافق العامة وأكثر من صحيفة اليوم راح نشوف القبس الشاهد السياسة النهار أكثر من جريدة يعني تقريبا شبه إجماع على انتقاد هذا الموقف أو هذا التصرف اللي اليوم اتخذه مكتب المجلس بحيث أن عد مذكرة جديدة تبرئ الشباب وهذا طبعا يؤدي إلى تناقض المجلس السابق كان هناك مذكرة وتتهم الشباب والنواب والآن المجلس الحالي هناك مذكره اخرى تبرر وبالتالي واضح ان اختلاف اعضاء المكتب كان هو يعني السبب الرئيسي لاختلاف البلاغ وتعديله من جديد. هذه التفاصيل وهذه التحليلات وهذه الانتقادات اليوم تقريبا هي الاساس او اغلب صحفنا مركزه عليها وراح نشوف ان لم يكن منشط رئيسي راح يكون على الاقل بالصفحات الرئيسيه. موضوع اخر يتعلق باجتماع مجلس الوزراء اليوم اشوف صحبنا اهتمت به لان هناك طبعا مصادر تقول بان مجلس الوزراء سيوافق على لجنه التحقيق في الايداعات والتحويلات الماليه طبعا والسبب بهذه الموافقه بانه سيخل او سيضرب بمقتل لاستجواب النائب صالح عاشور، لان اذا كان هناك لجنه تحقيقات وبالأساس هناك هذه القضية موجودة في أروقة المحاكم بالتالي يعتبر الاستجواب كأن يعني مخالف للقانون والدستور وبالتالي يبدو أنها خطوة حكومية سياسية ذكية ل يعني اختراق استجواب النائب صالح عاشور وإبرازه بأنه استجواب مخالف للقانون والدستور تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء وبعض يعني الموافقات على بعض الكوادر والامتيازات اليوم موجودة في أغلب صحفنا المحلية هاي تقريبا مشاهدينا الكرام بأهم موضوعين تقريبا اليوم تناولها صحفنا المحلية الصادرة اليوم الاثنين طبعا هناك كالعادة يعني عناوين كثيرة هناك تصريحات نيابية هناك أخبار الإضرابات والنقابات هناك كذلك أخبار رياضية خصوصا تصريحات رئيس اتحاد الكرة الشيخ طال فهد بان الاتحاد على وشك الفلاس لأن لا يوجد هناك دعم ومنحة الأمير على وشك الانتهاء هذه المواضيع موجودة اليوم بأغلب صحفنا المحلية الصادر اليوم الاثنين خلونا الآن مشاهدينا الكرام بعد أن أعطيناكم يعني نبذة مختصرة لأهم يعني عناوين صحفنا المحلية نذهب إلى صحفنا بصفحات الرئيسية ونشوف أخبارها جريدة جريدة وبعد ذلك بإذن الله تعالى نعلق نذهب إلى الشاهد والشاهد مثلها مثل بقية بعض صحفنا المحلية اليوم يعني تعلق على موضوع المذكرة الجديدة لمكتب المجلس اللي برا فيها النواب والشباب مكتب مجلس الأمة فتح الباب للاقتحامات وشجع على تكسير المرافق هذا هو العنوان الرئيسي نشوف بقية عناوين الشاهد الأخرى رضخ لرغبات السعدون وعاد صياقة مذكرة اقتحام المجلس لإنقاذ النواب من عقوبة تعطيل البرلمان ماذا لو عاد الخرافي رئيسا هل سيعيدون صياغة المذكرة كيف تعاد كتابة بلاغ الاقتحام مرتين خلال مدة قصيرة إذا كانت البوابة مفتوحة فكيف أصيب رجال الحرس القانون يطبق حسب الأهواء والأجندات والمصالح الخاصة عنوان آخر ال الشمالي للشاهد ليس عندي ما أقوله حول زيادة الرواتب البراك لوزير المالية ملفك تضخم ردا على دعوته للاستقاله الفهد للطريجي باب النجار مخلع عنوان اخر الكوادر والزيادات تقر اليوم المتلقم وزاره التجاره وزير التجاره اكد لي ذلك والفريق العثمان نائبا لرئيس الاركان التشريعيه اجلت تعديل المحاكمات الجزائيه وعنوان أخير في جريدة الشاهد هندي وراء التزوير والتلاعب بتعيينات البترول رفع نسبة أبناء القياديين والواسطات ثلاث مرات حتى قبلهم الكمبيوتر مؤسسة البترول لا نعترف بلجنة تحقيق وزير النفط أي تقريبا مشاهدين الأعزاء هي أبرز عناوين جريدة الشاهد نذهب إلى جريدة أخرى ونذهب إلى السياسة والسياسة كالشاهد عنوانها الرئيسي يتعلق بمذكرة مكتب المجلس الجديدة واللي يبدو أنها يعني قوبلت بانتقاد شديد من صحفنا المحلية نشوف عنوان السياسة المجلس ينقلب على بلاغ الاقتحام هذا هو العنوان الرئيسي اللي لا يختلف عن الشاهد أو القبس أو السياسة أو النهار وراح نشوف بقية صحفنا اعتمد مذكرة الوسمي بانتفاء تهم الإتلاف والتعطيل والاعتداء مصادر المكتب السابق مناقشة البلاغ غير جائزة والالتفاف عليه يشجع على الاعتداء على المجلس سجواب عاشور مدرج على جلسة الثلاثاء والبراك يتوعد الشمالي بأسرع مما يتصور عنوان آخر حدث تنحاز للأخوان المسلمين وترفض مناقشة التهجم على الإمارات خلفان يقاضي السويدان والأخوان فسده وبعضهم اعتدى جنسيا على الأطفال خمسين ألف دينار لإسقاط المزدوج جنسيته الكويتية الفضل ودشتي يقدمان اقتراحا اليوم. قراءه نفسيه فيما آلت اليه شخصيه الرئيس السعدون حائر بين الوفاء للاغلبيه والانقلاب عليها. العصبيه سيطرت عليه فهدد بطرد دشتي وشرود ذهنه بلغ حد تجاهل البراك. السعدون استعاد الكرسي ولم يسرد المكانه لان الذين انتخبوه رئيسا لا يشكلون قيمة معنوية وليسوا بقامات النواب السابقين التواطع على الدستور ممن أقسم على صونه من الكبائر والذنوب التي لا يغفرها التاريخ الحلفاء استذبحوا خلفه فشطبوا التصويت الإلكتروني وخرقوا السرية الكفيلة بإلغاء النتيجة علم النفس من نال المعروف يرى ضعفه دائما في عيون المحسنين إليه وتذكره رؤيتهم بفضلهم عليه سيبقى الرئيس يتذكر ان ما يرفل فيه من نعمه هو من احسانات الاسلاميين وفيض عطاءاتهم المدين بالفضل يكره صانعه ولا يحب رؤيته لان حضوره يحرجه ويخزي ساعه يراه طبعا هذه قراءه السياسه النفسيه كما تقول لرئيس مجلس الامه أحمد السعدون والعهدة طبعا على السياسة وعلى قراءتها النفسية ويبدو من خلال هذه القراءة أنه يعني هجوم عنيف على رئيس مجلس الأمة الجديد أحمد السعدون وفلا أعلم هل هي قراءة أم هي انتقاد لاذع للرئيس الجديد ننتقل إلى الرأي والرأي يعني مشاهدين الكرام يعني كعادتها تركيزها دائما على مواضيع تتعلق بالصراع الرياضي الرياضي ومعروف موقفه ضد الاتحاد وضد الشيخ أحمد الفهد لذلك هو العنوان الرئيسي اليوم يتعلق في موضوع الشيخ طلال الفهد طلال الفهد يحذر من إيقاف النشاط الكروي والغريبة في الأمر أن هناك يعني يعني مدونة كتبها أحد لاعبي القاسية حتى حول الشيخ طلال الفهد وضعوها يعني عنوان رئيسي وكانها يعني هي اشاره قد تكون سلبيه يراد من نشره بهذه الطريقه واللاعب الضابط فايز بندر يخاطبه شرفني انك سيدي ومليكي عنوان اخر الحكومه تحاصر استجواب عاشور وتوافق على لجنتي التحقيق الشماليه زيادات لم يحسم امرها بعد ولم نتخذ اجراء حيالها تصريح غزلان ضد الامارات يضع الاخوان في مرمى الانتقاد. عاصفه نيابيه تواكب زياره باسيل الى الكويت. مواقفه المؤيده للاسد لا تجعله مرحبا به. وعنوان اخر مكتب مجلس الامه ينسف مذكره سابقه الاقتحام تهمه كيديه والدخول بموافقه الحرس في مذكره جديده الى النيابه العامه تسقط الشق, الشق الجنائي وبموافقه اربعه وامتناع واحد الاضرار لا ترتقي الى تهمه تعطيل المرفق واجمالي قيمه التلفيات لا تتعدى الثلاثمئه وعشرين دينارا مدير هجره حولي للراي اقامه اجباريه مؤقته ثلاثه اشهر للمقيم المتنازع مع كفيله هذه آيه تقريبا مشاهدينا الكرام هي ابرز عناوين جريده الراي وشفنا الموضوع الرئيسي الراي اللي دائما مهتم فيه يتعلق في موضوع طبعا الراي دائما في دائما تكون في الجانب مع النائب مرزوق الغانم ضد الشيخ احمد طلال الفهد واخوانه بعكس دائما الوطن اللي تكون مع الشيخ احمد الفهد وطلال الفهد ضد مرزوق الغانم والجماعة هذه وبالتالي لاحظوا دائما الرأي والوطن تمثلان فريقان للأسف متصارعان على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياسي ونحن هنا في ديوان الصحافة نبين هذه الأمور للمشاهد حتى يعي لماذا هذه العناوين تتصدر لكم أنها يعني عناوين يعني لن تكون أهم يعني أكثر أهمية من مواضيع مثلا المذكرة اللي حصلت اليوم في مجلس الأمة أو اجتماع مجلس لكن هي الاجندات الخاصة لكل صحيفة وكل يعني جريدة وملاكة لهم أجندات ولهم علاقات خاصة ولهم خلافات سياسية مع البعض وبالتالي نشوف الرأي ونشوف الوطن دائما فريقان بالرياضة بالذات و يعني متنازعان فريق مع الشيخ أحمد الفهد طلال الفهد وفريق الرأي طبعا مع مرزوق القانن ضد توجه الشيخ طلال الفهد وأحمد الفهد عموما خلونا ننتقل إلى النهار والنهار لا تختلف كثيرا عن الشاهد والقبس والسياسة وحتى الرأي يعني اليوم ذاك موضوع اقتحام المجلس وهناك يبدو من العناوين واضح انتقادات عنيفة لمذكرة المجلس الجديدة مكتب المجلس ينتصر لمقتحم البرلمان تقديم بلاغ جديد للنيابة لكيدية السابق كما تقول جريدة النهار نشوف بقية عناوين النهار الشمالي في الزاوية التسعين والعنجري يحضر لسجوابه مكتب المجلس ينتصر لمختحم البرلمان تقديم بلاغ جديد للنيابة لكيدية السابق البراك دعم استجواب عاشور لا يعني أننا ضد الحكومة بل انتصار للدستور مجلس الوزراء لم يبحث الزيادات والكوادر الفريق العثمان نائبا لرئيس الأركان الديوان فترة تسجيل استثنائية لسد حاجة التربية من المدرسين حدث للإمارات راع حقوق الإنسان أدويسان لدويلة ظلم ذوي القربة أشد من وقع الحسام المهند الفضل سيادة الإمارات على أكبر شنب أخوانجي أي تقريبا كانت هي عناوين جريدة النهار نذهب إلى جريدة أخرى وأمامنا الآن جريدة عالم اليوم والتركيز بأن مجلس الوزراء سيحسم موضوع الكوادر لل... طبعا الجمارك والقانونيين والمحاسبين إقرار كوادر الجمارك والقانونيين والمحاسبين اليوم كما تقول جريدة عالم اليوم نشوف بقيه العناوين وعالم اليوم تقريبا عناوينها مشابهه للانباء حول اقرار الكوادر والزيادات تطبيق قرار الزياده الشامله من 20 إلى